ونذهب إلى الأقصر وختام دورة الراحل أحمد الطاهر لكرة القدم الرمضانية بالطود الزميلة دعاء نجدي. تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تم اختتام دورة الراحل أحمد الطاهر لكرة القدم بالطود، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة بمحافظة الأقصر، حيث فاز بالبطولة فريق أرمنت الحيط بعد الفوز على فريق الطود، هذا وقد تم توزيع الجوائز العينية والمادية على الفريق الفائز بالبطولة. إن شاء الله النهاردة وصلنا لحد النهائي. النهائي كان عبارة عن 32 فرقة، 732 لاعب. كنا يعني بنشوف الملعب الـ11 الوحيد اللي الحمد لله احنا على مستوى الصعيد كله متواجدين في الملعب الـ11، وعلى مستوى الأقصر كله ان الناس بسم الله ما شاء الله يعني بيشكروا جامد في البطولة. والبطولة احنا يعني برضو يعني عاملين جوائز للمركز الأول والمركز الثاني في النهائي، والحمد لله يعني وصلنا للنهائي للطود، مركز شباب الطود ومركز شباب أرمنت، عاملين الجائزة مركز الأول 15 والمركز الثاني 10، وبدون يعني خلف الميداليات والجوائز الأخرى، وبنتمنى التوفيق والنجاح للطرفين إن شاء الله. تفرح بسم الله ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، أهل أرمنت وشباب أرمنت، اللعيبة رجالة والجندي بالمدرب الفني بسم الله ما شاء الله حاجة كبيرة يعني، واللعيبة أدوا اللي عليهم حاجة بسم الله ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. طبعا في أجواء رمضانية جميلة جدا من ملاعب مدينة الشبابية بمدينة الطود، بحضور وفد كبير من السادة نواب المحافظة، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب السابقين والحاليين، وبحضور جماهيري كبير في نهائي ممتع وجميل النهارده كان بين مركز طود، فريق طود وفريق أرمنت، وطبعا بنقول مبروك لفريق الفايز وهارد لك للفريق اللي ما حلفوش التوفيق، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم التوفيق في المرات القادمه. لكن في المجمل طبعا الحمد لله بفضل توجيهات معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ودعم معالي المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، ودعم وحضور الساده النواب معانا، الحمد لله طبعا احنا شايفين الدورات الرمضانيه زخم كبير جدا، وكله في النهايه بيخدم ويصب في مصلحه الشباب ابناء محافظه الاقصر، والحمد لله ربنا كرمنا عشان نفرح الجماهير دي كلها. الحمد لله الحمد لله، الف 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 مبروك لارمنت، وبنبارك لارمنت مره ومليون الف مبروك. اقصر دعاء نجدي.